ايه؟ ايوه يا جلجل، انت اللي عملتي كده؟ ايوه يا جلجل، انا اللي عملت كده، انا اللي بوظتلك الاكل وبعتلك رسالة يا حبيبتي من رقمي انا. يعني رسالة الحب دي من تليفونك انت؟ ايوه من تليفوني، عايزة تتأكدي رني عادي جدا. اهو مش بيرني ليه؟ اهو يا حبيبتي. ليه كده يا ايه؟ حقنا بسرعة؟ ليه كده يا ايه؟ قلبك محتاج الجرعة. حرام عليك يا ايه، انا اذيتك في ايه؟ تخلي اطلع قدام خطيب ان انا خاينة وستي مش كويسة. هو انت بقى لما خدتي بنتي مكة ورحتي لجوزي وقلتي له اصلي مكة بتقول ان انت وحشها قوي وانا اللي حرمها منه، كنت جيت عاتبتك يا حبيبتي وقلت لك انت عملتي ايه؟ وانت برضو السبب اللي خليتيني استعجل في الطلاق واخد القرار وقدامه وانا واقفة. مش انت السبب برضو؟ يعني مش انت سبب في طلاقي؟ انت بتنتقم يا ايه؟ ايوه بنتقم يا حبيبتي واحدة بواحدة، وانت فكرك ان انا هسيبك؟ انا ما بنساش حقي يا حبيبتي، وطول ما انت قاعدة في البيت ده يا ماما انا مش هسيبك يا جلجل. خلاص؟ ماشي يا ايه، ماشي يا ايه، ربنا يسامحك. هيسامحني ان شاء الله يا حبيبتي. قال بتعملي كده ليه يا ايه؟ هو الجوازة باظت، هو الجوازة باظت. بس كده خلاص بقى، انا كده صورت وبقى معايا دليل كمان براءه اختي. هي امنيه اتاخرت كده ليه؟ استني بس يا جلجل، انا صورت كل حاجه. جدعه بسرعه لي كده، قلبك محتاج الجرعه. حرام عليكي يا ايه، انا اديتك فين؟ ايه رايك بقى في دماغي يا جلجل؟ والله انت مش امنيه بس، ده انت امنيه القوه. مش انا قلت لك يا جلجل ان اخد الحق حرفه؟ تربيتي. بقول لكم ايه بقى، نعم، هو حد فيكم يروح يقول حاجه على الفيديو ده لايا او لسلمى؟ انتوا فاهمين؟ اه طبعا طبعا. انا دلوقتي هجهز واروح اوري الفيديو ده لاحمد عشان اثبت له ان انا ست مش خاينه. عايز يسيبني يسيبني، بس ما بقاش وحشه انا قدامه. جدعه ماشي ماشي، يلا انا رايح اجهز. ماشي. يعني انت دلوقتي تربيت اختك مش تربيتي صح؟ لا تربيتكم انتوا الاثنين. ماشي جدعه يا امي. احمد. نعم يا جلجل. بص قوليلي بقى هتبرئي نفسك ازاي؟ قوليلي بقى جاي تضحكي عليا في ايه تاني؟ فهميني، انا عايز افهم. انا مش جايه اضحك عليك. بص هو حقق كل اللي انت عملته واحنا مالناش نصيب في بعض، بس انت ما كانش ينفع تسيبني وانا قدامك ست خاينه مش مظبوطه. ما ينفعش الكلام ده، فكان لازم اثبت لك دليل براءتي بالفيديو ده. بص كده لو سمحت بص علي. ايه ده؟ شفت بقى؟ ايه اللي كانت عامله كل ده مسجله رقمها عندي في التليفون باسم صالح عشان لما تبعت الرساله يطلع ان انا بكلم واحد تاني. بس والله ده ما حصلش. وعايزه اقول لك حاجه، انت لو مش عايز ترجع لي ما ترجع ليش، انا عارفه ان ده نصيب، بس انا كان لازم ابين لك براءتي قدامك. وانت والله راجل محترم، عشان كفايه بس ان انت ما هزقتنيش وكلمتني باسلوب مش حلو. شكرا ليك قوي. هي ازاي تعمل حاجه زي دي؟ هي بتهزر؟ مجنونه هي؟ ازاي تعمل حاجه زي دي؟ ما انا مش هسكت لها واخد حقي منها. ازاي تشوه صورتك قدامي؟ ازاي؟ انا مش هسكت لها واخد حقي منها، وعامله لها خطه كويسه قوي. بس لازم احكي لك على الخطه دي. ايه هي الخطه؟ طب بص هحكي لك على كل حاجه. يا جلجل عامل ايه؟ يا استاذ محمود الله يخليك، في حاجه ولا ايه؟ خير؟ مالك حصل لها حاجه ولا ايه؟ لا مفيش، احنا كنا عايزين في موضوع مهم. دكتور احمد خطيب. السلام عليكم. اه بيك يا دكتور. الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ ايه اخبارك؟ اتفضل اتفضل. تمام شكرا. خير ان شاء الله. مالك يا استاذ محمود؟ زي ما انت شايفه كده والله، ما بروحش الشغل، حياتي باظت، بطلت اروح الشغل. بنتي وحشتني، وحشتني بنتي ومش قادر اروح اشوفها. بنتي باظ وحياتي كلها باظت. اهدى بس يا استاذ محمود، اهدى. يعني كلامك ده يا استاذ محمود انت عايز ترجع لآية؟ ايوه طبعا عاوز ارجع لحياتي الطبيعيه. طب واللي يرجعك ليها؟ بص يا استاذ محمود، في خطه كده انا عايز اعملها، بس انا لو عملتها انت هترجع لاي على طول. طب انا معاكوا في اي حاجه، ايه الخطه دي؟ انا هقول لك بقى الخطه ايه هي. ايه الخطه؟ خطيبك عارف الحقيقه يا جلجل؟ ايوه يا ماما، وكمان عملنا خطه. جاهزين؟ جاهزين. يلا ابداوا. هيه هيه يا جلجل، مبروك يا جلجلتي، فرحانه قوي. ايه
حبيبة قلبي يا آية علشان أنا اتقدم لي عريس. لا والله؟ أيوة. مبروك يا طن. الله يبارك فيك يا آية. مبروك يا طن. الله يبارك فيك يا حبيبتي. يا حبيبتي. قال يا آية أنت مش عايزة تعرفي مين هو العريس؟ يكون مين يعني العريس؟ أصل أنت لو عرفتي يا آية هتطبي تسرقي في الأرض وهيجي لك حبة هبل على حبة عبط. هبل على عبط؟ لا اللي هجيبه لك يا حبيبتي ما تقلقيش. مين بقى العريس؟ محمود. محمود ايه ده؟ محمود ايه ده يا محمود؟ هيا نفسي بتبصلي كده ليه؟ محمود ايه ده يا محمود؟ هيا نفسي عايزه مني انا ايه؟ ايه ده محمود الليثي؟ لا محمود جوزك ابو مكه يا حبيبه قلبي. محمود جوزي؟ بقولكيش اول ما عرف ان احمد سامني قال لي انت بتاعتي لوحدي، ده انا بحبك واموت فيكي وكان نفسي يسيبك. كنت بدعي كل يوم قبل ما انام واقعد اعيط اقول يا رب يا جلجل احمد يسيبك عشان انا اتجوزك يا حبيبه قلبي. محمود ابو مكه قالك الكلام ده؟ ايوه. ده انا عارفه هو بيحبك من زمان قوي يا جلجل. ربنا يخليكي يا دوشه يا حبيبه. مبروك يا جلجل. لو كنت قلتولي ما كنتش اتخطبت لاحمد. يا جلجل. يلا محمود انا مش حاسه ان عليكي بتعملي ايه ده؟ فاهمه ولا مش فاهمه؟ خلاص بس عشان منظرك. وانت يا حاجه عقلي بنتك يا حاجه عقلي. ايه يا محمود؟ شفتي جلجل بوظت لها جوازتها؟ قال ايه؟ راحت لفت على محمود جوزي وبتقول ان هو بيحبني وبيعشاني وجاي عشان يخطبها. شفتي جلجل بتعمل ايه؟ شايفه؟ بيقولوا لي كده بس يا ايه؟ لا على فكره بيشتغلوكي. لا مش بيشتغلوني. بيشتغلوكي اسمعي كلامي. ومحمود جوزي ده انا مش قلت له خلاص احنا انفصلنا كل واحد فينا يروح لحاله بقى لحاله؟ هو ليه بقى بيلف علينا بقى تاني؟ ليه كده يعني؟ انا عايزه افهم. يا ايه انا عايزه اقول لك على حاجه، مش انت مش عايزه محمود جوزك تاني في حياتك؟ ايوه بس ما يتجوزش جلجل. جلجل بالذات لا ما يتجوزهاش. انا بقى مش هسكت له ولازم اروح لحد البيت هناك وبهدله. والله العظيم انا ساكته. خلاص اهدي. طب لا لا سيبيني يا سلمى. والله انا ساكته. ايه ده يا محمود؟ هي الناس بتبص لي كده ليه؟ محمود ايه ده يا حوده؟ هي الناس عايزه مني انا ايه؟ رايحه فين يا ايه؟ وانت مالك؟ انت مالك انا رايحه فين؟ لا لازم اعرف يا حبيبه قلبي، انت مش المفروض تحضري ومحمود جاي يتقدم لي بالليل؟ والله ايوه يا حبيبتي. اللي بتعمليه ده يا ندى مش هسكت لك عليه، فاهمه ولا مش فاهمه؟ وانا بحذرك ابعدي عني يا ندى. اوعي ايه؟ انت متعصبه كده؟ انت مالك؟ اوعي ايه؟ ما تروحش انت وهي. اتعصبتي ليه بس يا ايه؟ كده الخطه تمام وزي الفل. استنوا بقى عليا كده. الو ايوه يا استاذ محمود. دلوقتي ايه اخدت شنطتها ونزلت من البيت، باين عليها جايلك. اللي مطلوب بقى منك لما تيجي تخبط عليك اعمل نفسك مش عارفها خالص، قول لها انت مين، عايزه ايه، اللي جابك هنا، تمام؟ وحب فيا على قد ما تقدر قدامها، قول عليا كلام حلو كتير. ماشي يا استاذ محمود، ان شاء الله هترجع لك. مع السلامه. ايوه كده كده زي الفل. ايوه محمود. ايه ده يا محمود؟ مين؟ أنا مكة. أنت مين؟ أنا آية. آية؟ أم مكة. أم مكة؟ أيوة مكة بنتك. أنت نسيت بنتك؟ بنتي؟ ده أنت بتهزر بقى. أنا عايزة أعرف حاجة واحدة بقى، أنت مش بتبعت مصروف لبنتك ليه؟ بنتي؟ أيوة. أنت مين؟ أنت نسيت بنتك مكة يا محمود؟ آه. طب عاوز أقول لك على حاجة. ها؟ لو عاوزة أي حاجة خلي اخوك يكلمني. حاضر هخلي اخويا يكلمك من عينيا الاثنين. تمام، عاوز ايه بقى تاني؟ انا جايه اقول لك يعني هو انت ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل كده مكه؟ ما مش بتسال على مكه ليه؟ خلي بالك. ها؟ انا جلجل خطيبتي لو شافتك واقفه هنا هتعملي الكفته وهتعلقك هنا. جلجل خطيبتك؟ ايوه. هو انت خطبت جلجل بجد؟ ايوه. هو انت بتهزر يا محمود؟ انا مش قلت لك يا محمود احنا انفصلنا كل واحد يشوف حاله وما حدش فينا يقرب من التاني؟ بتيجي جنب بيتنا ليه بقى؟ انا عرفت الحب بقى على اصوله. الله الحب والله.
جمال الحب. هو انت بتعرف تحب يا محمود؟ انا معاك انت ما اعرفش احب. لكن مع جلجل حبيت وعرفت الحب. الله يا سلام. ايوه وانت هتسيبي جلجل بيا؟ وعاوز اقولك على حاجه. نعم. مش انت لوحدك اللي عملتي حفله طلاق. لما انت عملتي حفله الطلاق انا عملت برضه حفله طلاق. والله؟ والله. واحتفلت؟ احتفلت. طيب ماشي انا جاي اقولك اسال على بنتك وابعت لبنتك مصروفها. ماشي لو عاوزه حاجه خلي اخوك يكلمني. يلا بقى عشان جلجل بقى. وعاوز اقولك على حاجه صح، انت ليكي شويه هدوم هنا. مش عايزه حاجه. مش عاوزاهم؟ ارميهم في الزباله. ترميهم في الزباله؟ ارميهم في الزباله. ماشي يلا.